شهد معرض أهلا رمضان بمحافظة بني سويف للسلع الغذائية والاستهلاكية إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا عليه بعد افتتاحه، وتتوافر فيه كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر المبارك، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتوفير كافة أنواع السلع وضبط الأسعار. ويضم المعرض تشكيلة كبيرة ومتنوعة من كافة السلع الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق. معرض حلو جدا ما شاء الله، مليان بسلع واسعارها احسن من بره كتير، خاصه البيض والسلع الغذائيه زي المكرونه والزيت والحاجات دي. البيض نازل عن بره بفرق شاسع جدا، الاسعار هنا في متناول الجميع. بس اتمنى يعني ان المعرض ده ما يبقاش عشان رمضان بس او عشان مناسبه داخله علينا، يبقى على طول طول السنه. جينا معرض اهلا رمضان في بني سويف، بصراحه احنا كل سنه على العاده دي لازم نيجي معرض بتاع اهلا رمضان، لان بصراحه الاسعار ممتازه ما شاء الله.